خيب قرار نظام الكوطة المعلن عنه من طرف وزارة الحج والعمرة السعودية أمال العديد من الجزائريين الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج، حيث تهافت الكثير من الجزائريين على الوكالات السياحية من أجل تأدية هذه الشعيرة في شهر رمضان. عادل زيدي ثانية. لا تزال أغلب الوكالات السياحية تستقبل ملفات الجزائريين الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج من أجل أداء شعائر العمرة، رغم إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية الخاص بتبني نظام الكوطة وتقليص حجم المعتمرين في جميع الدول العربية وعلى رأسها الجزائر بسبب الأشغال الجارية الخاصة بتوسيع الحرم هذه السنة. تصور حالة الإحباط اللي رايحة تكون عند المعتمر، ما ساعدهمش الحظ باش يفوزوا بقرعة الحج، فمباشرة يقول لك أنا مادام ما ساعفنيش لحد نمشي للحج هاد السنة نمشي لعمرة رمضان. فتصور الإحباط اللي عنده سنة هو يستنى باش يسوي عمرة رمضان، واليوم تقول له بلي مشكل كوطة. الزبون ما يفهمش وش معناتها مشكل كوطة. قرار الكوطة هذا لم تتلقى بشأنه الوكالات السياحية أي مراسلة رسمية، خاصة إذا علمنا أنها حجزت مسبقا الفنادق والرحلات الجوية. بعد ما أجرنا العمائر ودفعنا الفلوس ودفعنا فلوس فيما بالنسبة لشركة الطيران، يعني بقيت لنا إلا التأشيرة. فأنا نظن أنه من غير المنطقي أنك اليوم تجي تقول لي فيه كوطة. خسائر طائلة قد تكبد الوكالات السياحية في حالة تبني وزارة الحج والعمرة السعودية قرار الكوطة، باعتبار الخسائر المترتبة عن هذا القرار غير قابل للتعويض من قبل الوكلاء السعوديين من جهة، كما أن رغبة الكثير من الجزائريين في أداء شعائر العمرة قد تتبخر هذه السنة من جهة أخرى.